يو جايز، معكم امين في فيديو جديد. في اليوم بتاع اليوم مش نحكيوا على الفرق ما بين الرابر التونسي والرابر بتاع البر. قبل ما تقولي الديفاين بتاع الرابر هذاك ولا تحبه ولا تدافع عليه ولا تكتب حاجه في الكومنتات، حبيت نقول لك لينا متفاهم معاهم رابر كل اللي باش نحكي معاهم في الفيديو هذا. الو كلاي معايا. البريت كلكو سوا توينسا ولا مش توينسا معرفين بعمايلهم، فما شكون يسرقوا، فما شكون يقتلوا، فما شكون ضربوا ضربات خايبين، فما شكون ماتوا. مرحبا بيك، يعني انت رابير ظهر لي اللي طالعك اللي يعني الشباب كل تبع فيسح ولا؟ اي بيان سور. فاش كانت بيدك في الراب وشني اول يعني عمايل عملتهم اترافير الراب، يعني شني المشاكل اللي وحلت فيهم يعني بعد ما بديت الراب، وشني اهم الحاجات اللي صاروا لك في حياتك يا حاصل، وشني حاجات تبدلت في حياتك بعد ما بديت الراب؟ كيما الناس الكل يعني عادي رابور ديما تصير يعني زاكسيدون في الدومين متاعي نورمال يعني والله فما رابور بلاشيني كيكا من غير سبب، انا ما حكيتش معاه وكل بلاشيني ما لا غالب ما سكتش انا ليلتها، هزيت معايا ولد حومتي كل صحابي كالعادة في كهرباء عادي ومشينا لحومتو يعني جست عادي، ما جتني ضربة انا منه وجتني منه ظهري وجتني في بقعة من اسمه نقول لك وين، وجتني زيد ظهر لي زيد ضربة لنا ما عادي كلي مستانس الكل دونك، وزيد زيد تخبشت منا ضربة منا جتني نورمال خدمتنا بارتي من خدمتنا ديك. مرحبا بيك، يعني انت رابير ظهر لي اللي طالعك اللي يعني الشباب كل تبع فيسح ولا؟ لا مانيش لبس. فاش كانت بيدك في الراب وشني اول يعني عمايل عملتهم اترافير الراب، يعني شنو المشاكل اللي وحلت فيهم؟ صارت لي مشكله كبيره بالنسبه لنا باهي، ما زيدوني في الفلوس راهو هذاك شنو لازم نقول لك. اي ما تخافش كل شيء مدفوع يعني كل شيء باش يخلصوك ما تخافش. كنت انا صغير وقتها لا غالب نتاع صغر يعني مشيت للغابة عمك صالح كالعاده يعني كيما صغار كل كنت صغير مشيت سرقت شويه عنب شويه بوصاع شويه سفرجل صويه معدنوس للعائله كوم كوا هكا، فهذه هي المشكله يعني انا كنت خارج شدتني يعني كرشي باش نكتب عليكم. لقيت الزيتون هذايا ما عمري مش نساها كيسكو يعني مش نيش نقول لكم يعني نحيت سروالي وقضيت حاجتي قضيت حاجتي كمان الكل وما راعني الا نتفرج نتلف بالتالي نلقى مول الغابة قاعد يقص في الاغصان الزايدة يا اخي جوستومون حتى نقص لي الاغصان الزايده نتاعي. في الايامات اللي عديتهم من غير كونيكسيون وباي ذا واي تحيه للتوب نت، قعدت نتفرج في شويه على التلفزه وحليت قناه التاسعه، يا اخي تفرجت على برنامج نتاع لطفي العبدالي اللي بيدو شبه البرنامج نتاع لاباس، برنامج لاباس زاد نتاع نوفل البرتاني يشبه هو بيدو البرنامج اخر نتاع جيمي كيمل. بون هو جيمي كيمل ونوفل البرتاني كيف رمزوز يشبهوا لبعض، جيمي كيمل زايد على نوفل شويه بساطه وشويه شعر زاد. لاحظت اللي لطفي العبدالي ينفيتي برشا رابريت المده الاخر، واكثر حاجه شدتني في الرابريت اللي قاعد يجيب فيهم لطفي العبدالي اللبسه نتاعهم، وابروبو اللبسه فما فرق كبير ما بين اللبسه نتاع رابريت الأجنبية واللبس نتاع رابريت توينز. Rain drops, drop top, drop top, smoking no cook in the hot box. Cooking, the king goes grr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 
وبعد ما كملوا من لبسه نتعدوا للشعار. حس زاد فرق صغير ما بين الهيركاتس نتاع الرابرت الاجنبيه والرابرت التوانسه. زملائي في الحفله قالوا لي انت تاخرت في الحاجه امبارح. جمله راه باش نحسب لك قداش الوقت توا. ماضي ساعه ما ساعتين 7 8. قلت لي 8:30 نجيكم 8:30 راه التوقيت توقيت جرينتش. نجيكم توقيت جرينتش انا احسبوا لي توقيت جرينتش. معليش ما نحسبوش بتوقيت دبي خاطر هذا شارع دبي. ما عنديش وقت تزرب حزمني كيما يجي خلنا نخرج. ايش نيا بلاي ما عطيني ضربه كل زيرو وكا وخلنا نرتاح منه فرد المره. نقعد نكسر في راسي. حجمت العاد حجمت العاد حفظتيهاش نعاودها لك. حجمت العاد حجمت العاد حجمت العاد. او كبعث لك كهرباء للدار. عندي شعري البارح ماني كي قديتو عندك. فما كعبتين دريت قديتهم لي بالغلط راهو جاو خايبين على الاخ. راني بعث لك كهرباء باش تجي باش تقدهم لي. اي تو حسي بيك تو. تي متاع سويعة نصيف ساعة كيكة تو تك تك في ساعة ما تخافش. خاطر انا غدوة عندي تورناج فهمت. $500 هيك العادة. بون مش كالعادة تو نزيدك يعني. على خاطر تك تك في ساعة في ساعة تو وكل. بيان سور كرابيلو بديتو في الراب. فما شكون اللي يبدا هكا. نبدا. دانسي لي موزيك. This liberty, 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 hip hop. You don't really want to get into a pissing match with this rapidy rat pack. Da, I'll see the music. Music the bigger, want the bar. Dance at the end of the hammer, kay. Funny, the subway. Open the bar, the man. I don't listen to the mafia, want the. طيار، عندك الصحة، الحوت عليك.
حاجة سنسرمون شدتني على الاخر، لاحظت اللي الرابرات في تونس يمشي والفقر بتاعهم يزيد يتواصل ويزيد يولي فقراء اكثر، بينما الرابرات الاخرين ما فهمتش منين يجيبوا فيهم الفلوس وين قاعدين يخبيوا فيهم تلمو برشا فلوس عندهم. من غير استوديو من غير حتى نخدم الحمد لله يا ربي، من غير استوديو من غير حتى نخدم الحمد لله يا ربي باش نوكل امي، من غير استوديو من غير فلوس وحتى شيء ونخدم الحمد لله يا ربي باش نوكل العائله، ومن غير استوديو من غير حتى فرانك ونخدم الحمد لله يا ربي باش نوكل امي والعائله. يا بيه ما نجمش نسمعك خاطرني حاط الكاسك، كيف باش نحط ودني ونحط الكاسك في التليفون في نفس الوقت. من غير استوديو من غير حتى شيء ونخدم الحمد لله يا ربي باش نوكل امي والعائله واصحابي زاد لي كلموا فيا باش خلاص عليهم القاعده لا غالب وحد. وكل عادة في الاخر ما تنسيش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. I'll see you in the next video. Peace.